والآن مع الشاعر ذهب المجرابي. أصورك؟ أنا بصورك بالتليفون. مش عايز صورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي ذهب المجرابي من عنيبة. عارفين عنيبة؟ طبعا. تهجير النور. أحسن أسوان من سنة 83 40 سنة. كنت كبير ضباط مراقبين جويين في مطار أسوان. وطلعنا المعاش وسافرت القاهرة، سبت أسوان. السبب الأساسي أنا مش شاعر، أنا اسمي شاعر الصورة على فكرة، لقب يعني شاعر الصورة. سبب أساسي إن أنا سبت بلدي وأسوان قلة الأمسيات والندوات الثقافية في أسوان. أنا شايف مبدعات ومبدعون. مين يظهر الناس دي كانت؟ امبارح كنت بالصدفة الدكتور في مكتبة مصر العامة الجديدة دي الجميلة اللي احنا بنطالب بيها من 40 سنة. من 40 سنة بنطالب بهذه المكتبة. طيب ليه متأخرين علينا في أسوان؟ سواء معلش مش عارف بعد، سواء وزارة الثقافة أو المسؤولين عن الثقافة. تعبت نعم مطلع يعني؟ لا تعبت نعم مطلع ونزل بتاعتي. أهل ولا لا لا تمام زي من؟ قدراً الأستاذ حسني امبارح دعاني كأن كان في اجتماع مجلس إدارة. هو مش مجلس إدارة، كان اتحول من اجتماع مجلس إدارة إلى ندوة عظيمة، ندوة فاخرة سامية سامقة. أنا لو كنت أعرف، أنا ساكن في المحمودية معايا الكاميرا ومعايا الحامل في أي حتة. في القاهرة أنا النهاردة 7 سنين تقريباً مستقر، ما فيش ندوة ثقافية أدعى إليها إلا وبصورها فيديو صوت وصورة. عندي قناة في اليوتيوب بنزل كل الأمسيات الثقافية اللي زي دي اللي أنا بصورها متطوعا. وأجمل حاجة كم ألف فيديو؟ كم ألف فيديو فيها؟ 11,000. أنا عندي 11,000 قبل الندوات الثقافية هنا في أسوان. أنا تبع الشيخ صالح الجعفري، طريقة الجعفرية هنا في العقاد، وكنا بنصور. أنا عجبني قوي المادح الجميل اللهم صل على النبي اللي مدح فين، هو مشي ولا ايه؟ محمد صيام مشي. مادح جميل، حاجة ترفع المعنويات وترفع الروحانيات ما شاء الله. طبعا لما رحت القاهرة خدت الندوات الثقافية، لأن احنا أصلا أنا يعني بحب الثقافة، مجال الثقافي. قبل الفيسبوك وقبل الواتس وقبل الحاجات دي احنا كنا عاملين حاجة اسمها منتدى صوت النوبة من 2007. انا كنت مراقب عامل منتدى، اسست في حاجة اسمها صالون صوت النوبة الثقافي. كان في مشاكل وقضايا وحاجات زي كده النوبيين احنا بتوعنا، لا انا عملت حاجة تانية خالص عشان اجذب كل الادباء والشعراء والمثقفين في صالون. وكان عندي في حدود تقريبا المنتدى كله كان 42,000 عضو. منتدى صوت النوبة التخصص الثقافي، جمعت كل الأدباء والشعراء والمثقفين في هذا القسم، قسم صوت النوبة الثقافي. أنا عندنا دكتور أستاذ الأدب والنقد في جامعة عين شمس اسمه دكتور حسام عق، ده يعتبر واحد من أشهر النقاد والأدباء في مصر الآن. سماني شاعر الصورة. شاعر الصورة لأن أنا بعمل صورة وبعمل ألبوم وبوثق. الأستاذ حسن النهاردة رئيس نادي أدب أسوان، وأنا سعيد بيه النهاردة بالحقيقة، يعني لأن ما شاء الله أنا شباب أكثر من الكبار هنا في القاهرة كلهم عجايز يعني حقيقي. يعني أبص على الندوة ألاقي 80% منهم كبار فوق ال 40 50 60 سنة. هنا ما شاء الله شباب جميل بإذن الله. وأنا اتكلمت على الأستاذ طه. أستاذ طه فين؟ ماشي؟ لا جاي، هو معاه شغل ثاني وجاي. كان بيتكلم عن مشكلة النقد، النقاد. احنا فتحنا جامعة أسوان ليه؟ ليه مفتوحة جامعة أسوان؟ افتح. أين الأدباء والأساتذة
المتخصصون في جامعة أسوان كلية آداب فيه مش في كلية تربية؟ أيوة. في آداب؟ فينهم؟ فينهم؟ أنا أجيبهم. أنا دي كلية علوم فيه؟ في ايه تاني؟ وفي ألسن وألسن وفي أزهر وفي أزهر ما ده اللغة العربية. أنا أجيب دول. صحيح في شعر عامي كتير وحلو قوي قوي قوي، بس اللغة الفصحى أساس، اللغة العمودي أو شعر الشعر العمودي ده أساس. التانيين ما شاء الله يعني بتوع دراوي ما شاء الله، أنا مبسوط وكنت أتمنى الحاج محمد حسن العمدة يكون معاكم. ربنا يديه الصحة يا رب. ما بيمشيش؟ كتر خير. السن كبر يا كتر خير. أحكي لكم موقف من 4 سنين قدرا، كنت في نادي التجديف قاعد كده زيارة برضه جاي من القاهرة، قاعد أشرب قهوة أبص في الفيس لقيت الأستاذة فاطمة الزهراء بنت أخوه كاتبة الآن تكريم الأستاذ محمد حسن العمدة في قصر ثقافة أسوان. رحت قافل سايب القهوة وجري على قصر ثقافة أسوان، خدت معهم أمسية جميلة جدا صورتها كلها ونزلتها على اليوتيوب، كان تكريم للعمدة محمد حسن العمدة الأستاذ محمد حسن، سلمولي عليه. طبعا يوصل لأديب كبير طبعا. سلمولي عليه. أنا أقصد إن الإعلام إحنا عملنا ندوة وكلنا 40-50 نفر سمعنا، طيب واللي بره؟ اللي بره عارف حاجة عننا؟ طب يعرفوا بإيه؟ الإعلام. أولاً أطالب الأستاذ حسني ويقاتل يجيب هنا سماعات. احنا هنعمل الحاجات دي احمد مدحت تطوع، احمد مدحت جعفر ما يتبرع يعني، هو غلبان يتبرع الراجل يتبرع. لا هنعمل الحاجات دي ان شاء الله، هنعملها تطوع جديد ان شاء الله، احنا مش عايزين حاجه من حد. مهمه جدا لان ما شاء الله البنات يعني طبيعي عشان صوتهم ضعيف اصلا طبيعي، رقاق بياكلوا رقاق كتير يعني. ايوه دكتور احمد، وما شاء الله الناس المهتمين في حاجه اسمها التبرعات. ايوه اهل الخير اهل الخير، هات لازم. الحاجه الثانيه الاعلام يعني لازم، الاستاذ حسني بيصور عنده يوتيوب ينشر هذا هذه الجلسه وهذه الندوه وهذه الامسيه ينشرها، الناس تعرف اللي بره بقى. انا في القاهره مشترك مثلا في جروب عند الاستاذ حسني اعرف انا ايه اللي حصل في اسوان. وانا انبسطت قوي. الاستاذ عطا فين؟ استاذ عطا كان بيقول في 4 ندوات ورا بعض هنا ما شاء الله دلوقتي، حد 2 3 4 الاثنين بقى اضيفت الاثنين مكتبة مصر العامة، الثلاث هنا والثلاث والاربع صالون حجاج الباي وفي مركز شباب الساحة، حد النادي الثقافي في مركز شباب بدل المطور بالظبط، حد 2 3 4 ما شاء الله ده ما شاء الله. بس الاعلام امبارح الاستاذ مؤمن كان بيتكلم على الحته دي بس ما عرفش يعبر، قال التسويق. لا هو مش تسويق، ما اسمهوش تسويق، اسمه اعلام. الله يفتح. التسويق يبقى بيخش في ناحيه تجاريه، لا انا بعمل اعلام لهذه الامسيه لهذه انا اسف للاطاله يا استاذ يا اخي شرفتنا والله وكل عام وانتم بخير. انا جاي انا بنتي متجوزه هنا اصلا، هي اللي بتجيبني كل شويه في الصداقه، وجاي ضيف ومسافر بكره، ولو عايزين اي حاجه من القاهره وانا القناه بتاعتي اسمها دهب المجرابي، قبيلتنا اسمها المجراب، قبيله نوبيه عريقه اسمها المجراب المجراب. اكتب دهب المجرابي في اليوتيوب تطلع لك كل الفيديوهات اللي انا منزلها. واشكركم جزيلا على هذه الفرصه. استعملنا حته بقى شاعر انا مش شاعر، انا اسمي شاعر الصوره. بتنقل الصوره كمان. انا بنقل الصوره. انا مش شاعر بس بكتب. فنان والله. فنان والله. فنان. انت عارف حضرتك العنصر الاهم في العمليه الابداعيه، لان انت بتوصلنا للناس. ايوه. شكرا للاستاذ دهب المجرابي.